أهلا بكم في جولة جديدة عبر أبرز ما تناولته الصحف الوطنية المغربية الصادرة لهذا اليوم. ونستهل جولتنا من يومية اليوم المغربي والتي كتبت كل الظروف متوفرة من أجل ضمان السير الجيد لاختبارات البكالوريا، حيث أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة سعيد أمزازي أن كافة الظروف متوفرة من أجل ضمان السير الجيد لامتحانات البكالوريا برسم سنة 2020. وأوضح أمزازي في تصريح للصحافة خلال زيارة قام بها لمراكز الامتحانات خصص أحدها للمترشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة وفي وضعية إعاقة خاصة ضعاف السمع أنه تم وضع إجراءات وقائية من أجل الحفاظ على صحة المترشحين وتمكينهم من اجتياز الامتحانات في ظروف ملائمة. من جانبها اهتمت صحيفة الصحراء المغربية بإشادة الدول العربية والصين بجهود صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن مدينة القدس، وأعرب الجانبان في إعلان عمان الذي توج أشغال الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني عبر تقنية الاتصال المرئي عن دعمهما لجهود جلالة الملك رئيس لجنة القدس في الدفاع عن مدينة القدس، وأكد رفضهما لمخططات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لضم أي جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة، معتبرين أن تنفيذ هذه المخططات يمثل تصعيدا خطيرا لسياسات إسرائيل وممارساتها العدوانية وانتهاكا خطيرا لحق الشعب الفلسطيني، مما يفرض منعها حفاظا على الأمن والسلم الدوليين. إلى الأحداث المغربية، حيث أوصت وزارة الصحة في كل مناسبة وعند تقديم تصريحاتها اليومية بارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد بالنسبة للذين يغادرون المنازل، خصوصا أن المصالح المختصة بوزارة الصحة لاحظت أن العدد الأكبر من الحالات المؤكدة بكوفيد 19 بدون أعراض، حيث حددت الوزارة الرقم في 98%، بالإضافة إلى أن 92% اكتشفت عن طريق تتبع المخالطين والتقصي الوبائي للبؤر. ونختم جولتنا لهذا اليوم من لوماتان، حيث ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالقصر الملكي بالرباط مجلسا وزاريا خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020 والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين ومشروع مرسوم ومجموعة من الاتفاقيات الدولية. وفي بداية أشغال المجلس سأل جلالة الملك وزير الصحة حول تطور الوضعية الوبائية، خاصة بعد تخفيف إجراءات الحجر الصحي، والذي أكد أن الحالة الوبائية مستقرة مع درجة يقظة مرتفعة. بعد ذلك وطبقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور المغربي، قدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عرضا حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل، حيث تطرق لمعطيات السياقين الدولي والوطني الناجمة عن فيروس كورونا.